وموت بهوى هلا 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 العندليب جاي لك يا دبي تحمل تحمل جفا هلا 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 احبك واودك واموت واموت بهوى هلا 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 قلبي عشانك تحمل تحمل جفا هلا 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 ليالي تعدي بدون الحبيب وكم يا حياتي اشتقت اللقاك ليالي تعدي بدون الحبيب وكم يا حياتي اشتقت اللقاك هلا 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 انت يا ابني كلم اخويا فواز قول له اخوك فوزي بيه تحت يا خبر ابيض يا فندم حضرتك فوله واتقسمت نصين انت صاحبني يا ابني ولا ايه يلا خلص شوف شغلك يا فندم ده احنا مصريين زي بعض ايوه احنا مصريين بس مش زي بعض مش لدرجه انك تمسك ايدي وتفعص فيها يلا لو قولي صحيح اصل انا بقالي فتره ما اعرفش حاجه عن اخويا كنت مهاجر سنين في صفه اللبن انت عارفه اللي فخر فيصل دي اخويا قالوا لي عنده شركات هي دي اني واحده فيهم حضرتك دي اكبر شركه ادويه في الشرق الاوسط ادويه يخرب بيت حظك يا محروس ما يلا هات شوف شغلك الو وصليني بسكرتيره لو سمحت عندكم اسانسير ولا هطلع على رجلي لا دي ولا دي لا دي ولا دي يبقى اكيد في مفاجاه يا جماعه كده عيب احنا مصريين زي بعض الله 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 هي دي المرجله برضو هي دي الجدعانه هي دي الجدعانه اخص عليكم اخص عليكم اخص عليكم بقول لك يا كابتن ما شفتش سواق تاكسي مشي دلوقتي سرق مني 45 دولار لا والله ما شفته هو الميكروباص ده بيروح فين؟ لا سيارة صاحب الشركة سيارة صاحب مين؟ صاحب الشركة الحين بينزل ده اخويا صاحب الشركة يا فواز حزين والله حزين والله فراقك صعب يا ام يزيد والله لا اروح القبور دحين وما ادري ابكي على فراقها ولا ابكي من الشوب والرطوبه هذه وين سياره المقابر واليوم الاسود موجوده مستر فواز تعال 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 انا قلت لك روح لا قلت ولا ما قلت لا ما قلت روح انت ليه ما رحت روح مستر فواز تعال انت تقول من نفسك تروح انا اقول لك تروح يلا روح هو يوم اسود من اوله والله فراقك صعب علينا والله والله قهرتيني والله رحمة الله عليك رحمة الله عليك يا ابو يزيد رحمة الله عليك طب طب وقلع يا يقول لنا تأخرت يا علي فواز جربت ومركولتم كان سألك يا جيتو بيه الحياة دقنك دي ما فهمك ادخل قول لي فواز بيه قصة أخوك فوزي برا غوزي أنا سعيد بيكو قوي قوي شكلكم انتوا الاتنين توأم زي أنا وأخويا فواز بعد سنة عصونا عامن فوزي كروة بسايا يا على لعبة القدر إيه ده إيه ده دي غريبة قوي أنا ماما قالت لي إن أخويا خليجي مش هندي بص حتى شكله مش شكلي ولا جسمه من جسمي بس مش مشكله ساعات واحد في التوأم بينزل قبل التاني يمكن هو نزل قبل مني بعشر سنين يمكن حبيبي يا اخويا انت
تهنا ببحر الدنيا والقدر جمعنا يا فواز. ابيك يا ابو الطيري، انا عارف ان الصدمه صعبه عليك، بتقول كلام مش مفهوم. خش في لحمك اخويا خش. انا يا هيثم بعتك كيو كارتاي اركتك وانا كده، انا عارف ان انت ممكن تتلوث وتتجنن. خش في دمك يا حبيبي. ابي صبر كرو يا عرك، خش في عظمك اخويا. ايه 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 بقى، ايه انا ما فيش اخوك. امال انت مين؟ انا خان كابور. كان خابور وبقيت ايه دلوقتي؟ خان كابور المربي الخاص لمستر فواز، وكذلك الخادم الامين للمرحوم الوالد فايز الخويري. ما انا قلت كده برضه، مش معقول تكون انت توامي، دي كانت امي اتفرتكت الله يرحمها. معك فوزي عند اللي بتدق. اري انا يعرف انت منو، لقد ولدت على يدي. طب قول لاخويا كده لحسن، مش مصدق خالص. عندما ياتي مستر فواز لا بد ان اخبره بكل ذلك. اكسكيوز مي حبيبي، كم هير هوم سي ميك لايك مي، سوي مثل انا. 1 2 تك 1 ايه 1 2 تك 1 2 تك يس حبيبي حبيبي. بقول لك يا النبي يا عم خبور، اخوك على لحم بطنه اي فرختين جمالين. ها الحياه بقى لونها بامبي، وانا جنبك وانت جنبي. الشغالين اللي هنا فين؟ انتوا يا بهايم اي حد يجيب لي فستق. لا 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 الحزين عايز ابكي، لا 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 فرحان عايز اضحك، مجنون يا فلحتي. ده اسمه كلام يا ست؟ حد يدخل على الناس كده من غير لائحه ولا دستور؟ انتوا مين؟ ام سوري مستر فوزي، خان هو اللي قال لنا ندخل نسلم عليك وفهمنا كل شيء. ايش هذا الشيء؟ ايش هذا الشيء؟ ما شاء الله ايش هذا القمر؟ بيبي ابيض وجميل يا انتي بنته، ده باصه كمان. ايه ده، مين اللي عمل فيك كده؟ ياسا في حد شد لك ده؟ فانتا ده انت بنت. بص بص قمر ما شاء الله. ستة فانتا، هو مين ده؟ هذا يزيد ولد اخوك مستر فوزي. ابن اخويا، ادخل في حضن عمك يا حبيبي. يا ابني مرحبا، هلا والله. اكيد انت مرات اخويا فواز. معاكي فوزي عند اللي بتدقي. مستر فوزي، انا مو زوجة اخوك، انا سكرتيرته. زوجة مستر فواز توفت من 5 سنين. ده شيء يسعدني جدا جدا. تعالي معايا. مرحبا. انت لسه واقفه؟ تفضلي استريحي. اهلا وسهلا، تفضلي. انا كنت اعرف واحده لما كانت بتقعد كانت الكنبه بترجع. وحضرتك مش متجوزه؟ لا مش متجوزه. ولا ماشيه مع حد؟ لا. يعني ذمتك فاضيه خالص؟ ها اه فاضيه. مش عايزه تمليها؟ هو انت ما بتعمليش علاقات يرفضها المجتمع والناس والعرف؟ سوري مستر فوزي، انا مو مرتبطه وما افكر في هذا الموضوع ابدا. انا اوعدك اوعدك انك قريب قوي هتفكري في الموضوع ده. سوري مستر فوزي، استاذن انا رايحه فين وانا مش هشوفك تاني؟ اذا بغيت شيء كلمني على غرفه رقم 4. يا خان وديني شنطتي غرفه رقم 4. بقول لك ايه يا قطه، انا بقالي كتير هنا ما شفتش اخويا فواز. هو اتقتل ولا ايه؟ اليوم الذكرى السنويه لزوجته الله يرحمها، وهو دحين في المقابر بيقضي عندها الليل كله. تحب تروح لك نوع من المشاركه؟ طبعا اروح له، اروح له واشارك اخويا في احزانه. اول يوم اقضيه في دبي في المقابر. نفسي اعرف مين اللي نظر ونق في السفريه دي. يا ابن المحظوظ يا فوزي، ده زمن وهايص. يا سندس يا ام العيال، بعد فراقك يا سندس الورود
ذبلت، البلابل صارت تنوح. يا أخ أنت يا بيتهوفن، إيش في ليلتك؟ أنا جايبك وأعطيك مصاري عشان أحس الحزن، بدي أبكي، يعني فين أبكي؟ مقابر أبعي أبكي فين؟ شوي شوي الله يرضى عليك، الله يرضى، هذه مرتي، مرتي وماتت، شوي شوي، تفضل، لا تأخذني، تفضل. آه يا ميزي، آه، روح، يلا روح، يلا روح. يكشي يطلع لك شبح في المقابر هذه، ياكلك انت والبيان اللي في يدك ده وطر وطر. يا ستار يا ام يزيد يا زوجتي، تركتيني وحدي، وحدي تركتيني، والله نفس المعنى. ايش هذا قصر الكلام؟ بعدك انا صرت وحيد في الدنيا، والله وحيد. انت مش لوحدك يا فواز، انت مش لوحدك اخويا، ليك اخ بيحبك يا حبيبي. لا عفريت، عفريت. عفريت مين؟ انا اخوك فوزي، قتلك من مصر. عفريت مصري، تركت مصر وجيت للدبي. عفريت مين؟ خش في حضني ولحمك اخويا. اعوذ بالله، ادعولي، جاني جني، جاني جني قصير مصري، قال لنا اخوك فواز، جاني والله ريته، والله ريته. لا انا لازم اكلم الدكتور بسرعه، شكلها حمى، لا بد من حمادة. يا نهار اسود، اخويا هيضيع مني، ده انا مع شرطه شغل ربع ساعه. يا فواز عشره ربع ساعه هتضيع في الارض يا اخوي. ما تخافش يا حبيبي، انا اخوك فوزي اللي كلمتك في التليفون. يعني انت مش عفريت ولا عفريت وبيتكلم في التليفون؟ طب بذمتك في عفريت يلبس قميص بثمان زراير؟ العفريت قمصانهم فيها 40 زرار. تبقى لص وحرامي، وانا الحين وراس ابوي لبلغ شرطه العفريت. كده برضه فواز يا اخويا، بدل ما تفرح بالسر اللي استخبى عني وعنك السنين دي كلها وتاخدني في حضنك، مره تقول عليها عفريت ودلوقتي تقول عليها حرامي. ده انا وانت نازلين من حزقه واحده يا فواز، ده انت التوينز بتاعي. يا انت يا قصير، انت التوينز حقي وتقول نزلنا من حزقه واحده؟ انا اتذكر وانا جالس في الحزقه ما كان في حد جالس وياي. وبعدين هيرو فواز يي تمارا جوروا بايه بچبن سے اپ دونوں بچھڑ گئے تھے، اب یہاں اور تمہارا بھائی ادھر کائرو میں، اور میں لقد كنت اتحمل مسؤولية واحد شخص، الان سوف اتحمل مسؤولية اثنين شخص. کاہے روکت ڈگر پیار دلال میرو، کاہے دیکھت سب ناری موئے دے ولا فلس عنی رجل انت هم للعنف اللي هو فيه ده كله قالهم دين. يا فوزي لا بد ان تفهم، هذا الورث من الست التي ربته، اضف الى ذلك ورث المرحومه زوجته، لا بد ان تفهم. بقول لك يا راجل انت، الكلام ده كله مش داخل دماغي، علي النعمه انا ممكن اقطع صوابع ايديا ورجليا واملا لكم البيت ده عقل صوابع تمشي تلخبطكم، انت ما تعرفنيش. لقد تذكرته. ايوه كده، هو لازم اقطع نفسي عشان تتذكرته؟ قول. لقد ترك لك ابوك ثلاثة بدلة واثنين قميصين. ثلاثة بدلة واثنين قميصين؟ ما سابش شرابات؟ والشماعات اللي كان فيهم الثلاثة بدلة والقميصين سابهم ولا لا؟ بقول لك ايه يا عم خان؟ أنا كنت بهزر معاك، انسى كل اللي أنا قلته. أوعى تفتكر يا عم خان إن أنا جاي عشان فلوس ولا ورث. فواز ده لحمي، لحمي يا جدع، أخويا، لابد أن تفهم. اسود، الراجل الهندي ده بيعمل ايه؟ يكونش جايب واحده من بنجلاديش مصاحبها هنا؟ الهنود بيحبوا البنجلاديش دي 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 ان شاء الله مع انهم حبوا بعض. جمانه ايش هذا الصوت؟
ديك تكتم ديك تكتم في الصباح. خان حزم لها الفنجان يمكن يرقص. كلكم تدرون ما احب الصوت عالي في الصباح، بيعصبني، بدي هدوء هدوء. سوري مستر فواز. ويا مال الشام والله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي. ايه مائدة الرحمن دي؟ صباحنا عسل ملزق في السندوتشات. يا فوزي صباحك فل حبيبي، نورت بيت ابوك يا اخوي. يلا عينك في الصحن اللي قدامك. بالنسبة فواز انا كنت عايز اتكلم معاك في عدة مواضيع مختلفة يعني. ايش؟ نتكلم؟ انت ما تستحي على وجهك؟ ما شايفني افطر ولا شيل فطور عشان تتكلم؟ يلا تعال يا شباب شيلوا السفرة عشان الباشا بده يتكلم عالصبح. نور بيت اخوك يا فوزي. وانت كنت بتعمل ايه امبارح يا قط؟ ابي ارباب كسامي كوتش مطبولنا يا ربك يا بولتايار. بركا بولتايار بابا تيدا ما تقلبش فيها بتبت شم فجأة. كنت بتعمل ايه؟ يا نهار اسود الاكل هنا فعلا محتاج جلاليب. انا هفتح سوسة البنطلون مش قادر، كرش نزل في وراكي. هعمل ايه؟ بطني تنفجر. يا دي الجنان ده وماشي تتحنجل كده، مفيش صباح الخير يا عمي. الواد ده عدواني قوي، الواد ضربني بالبنيه. جود مورنينج داد. جود مورنينج يزيد. داد انت وعدتني انك هتيجي معايا في البيرنتس داي الاسبوع اللي جاي. يا حبيبي كبرت يا حبيبي ورحت المدرسه ونفسك ابوك يجي وياك. مين حبيب بابا؟ يزيد. مين روح بابا؟ يزيد. مين عقل بابا؟ يزيد. والله ما انا رايح وياك، روح عني. دخلت علي دخله واحده خسرت مليون دولار. نفس امك الله يرحمها كانت تدخل تخسرني. رحمه الله عليك يا ام يزيد. دار بس انا كل اصحاب اهلين هيجي معاهم في البيرنتس دي، اشمعنى انا؟ ولد تكلم زين ويا ابوك. يلا روح. حرام كده مستر فواز. يزيد استنى يا حبيبي. ده والله غبي والله غبي، كان في زيتونة كنت هموت عليها. بقولك ايه، ما تعرفيش ال 3000 درهم في دبي يعملوا كم درهم في دبي؟ ايه؟ لا شكلك مالكيش في دبي. المهم صباح الفل. سك ايه ده؟ حسنتي كجمانة. مالك يا فوزي حسنتي ايه؟ شرب شاي. شاي مش عايزة شكرا. خلاص ربنا يخليك يا فواز، أول مرة أعمل شوبينج. أول مرة تعمل شوبينج؟ لا قصدي الأسبوع ده، أصل لازم كل أسبوع أعمل شوبينج من الجمعة للجمعة. أنت عارفة لو جه عليا سبت من غير ما أعمل شوبينج أرجع الأربع على طول تلاقيني. تعالي. مرحبا. فين؟ إيه رأيك بقى ندخل نجيب الحاجات اللي أنت عايزها؟ لا 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 أنا أجيب الحاجات دي؟ لا الأذواق بصراحة بيئة وبلدي موت، يعني بص القميصي وبنطلوني أنت تعرفي الفرق؟ لا 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 صح. بقول لك إيه؟ أنت بتتكلمي مصر حلو أو أنت مصرية؟ لا أنا من أصول أيرلندية بس بقالي سنين عايشة في الخليج وبتكلم مع المصري مصري ومع الخليجي خليجي ومع اللبناني لبناني ولغات أجنبية كتير كمان. مية مية أنا كده برضه بتكلم مع المصري مصري ومع الإسكندراني إسكندراني ومع الفيومي فيومي ومع الفكهاني منجاوي. قشطة يعني قشطة. مستر فوزي حضرتك جاي تشتري ولا ترغي؟ لا بصراحة أنا جاي أرغي بصراحة. بس أنا فرحان فرحان بصراحة، المول حلو قوي. طب ما قلتليش صحيح بقالك قد إيه بتشتغلي مع أخويا فواز؟ بقالي تقريبا 3 سنين تعرفت عليه في اوروبا ومن يوميها وانا بشتغل معاه. 3 سنين ده اخويا فواز ده غبي جدا، ما فكرش مره في 3 سنين يعرض عليك الجواز او على الاقل يتهجم عليكي. ايه الاسطوري اصلا انا صريح شويه، انا بقالي معاكي 3 ساعات ونفسي اعمل كده بصراحه. اصل مستر فواز راجل محترم وهو وفي جدا للمرحومه مراته. طب ما انا محترم ووافي جدا للمرحومه امي، من يوم ما ماتت ما حنتش لاي ام. سيبك من الكلام ده سيبك، انا نفسي اوريكي اللبس الجديد عليا. إيه هتنبسطي قوي فوزي. ايه ايه ده هلبس؟ لا مش هنا يا فوزي. مش هنا ايه؟ وفي حد فيهم دفع لي فلوسه؟ ايه اللي مش هنا؟ لا فوزي والنبي دي فلوسي. الله فوزي والنبي بس استني انت بس مش انت مش فاهمه حاجه. ايه ده؟ انت مش فاهمه حاجه اسكتي. مش عارفه ليه قلت لك الكلام ده، يمكن عشان فيك حاجه خلتني كده ارتحت لك. هي نظراتي انا عارف نظراتي فظيعه. لا كده انت فاكك عفوي هلهطه يعني. يا بنتي انت مش عارفه بتكلمي مين، انزلي الدقي. انا من معالم الدقي زي كوبري الدقي بالظبط، من معالم القاهره. انت عارفه برج القاهره ده؟ انا هو دفعه واحده، هو ما شاء الله كمل وانا مش عارف ايه اللي وقفت. في حاجه غريبه، انا بغرق ولا ايه؟ انا حاسس ان انا بغرق. انا بغرق يا الله يا جمانه. شوفي لي غطاس تاني. دوله اوروبيه نحط لها نقطه تدينا اسم عالم ذره. ها يلا. ها مش عارفه. لا فكري ايه اللي مش عارفه؟ فكري. دوله اوروبيه نحط نقطه تدينا اسم عالم ذره. طب قولها والنبي. هاخد 100 درهم. اوكي قطر نحط لها نقطه تبقى قطز.
هو قطز عالم زرة؟ ويعني هي قطر دولة أوروبية؟ حلو صح؟ طب قول واحدة تانية. ما بتعرفيش حاجة. والنبي. واحدة؟ اه. 200 درهم. اوكي. ها؟ ليه القوطة؟ الطماطم، عارفة الطماطم؟ قللت الأدب. عشان حمرا؟ لا. عشان مدورة؟ لا. طب ايه؟ عشان بترقص في الخلاط. والله؟ بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ انا عايز اسالك على حاجه. اشيل الحاجه ديت ولا تقل من قيمه البضاعه؟ ما انا بقول لك شيلها. لا خليها. بقولك ايه، ممكن اسالك سؤال؟ هو انت ليه ما فكرتيش في الجواز لحد دلوقتي؟ هو انت في حد غرغر بيكي ولا انت معقده؟ غرغر؟ انا اسف اذا كنت بتدخل في ملابسك الشخصيه. ما؟ قصدي الداخليه، انا متلخبط. مالك يا فوزي؟ ما تنقلتيش اتجوزتي ليه لحد دلوقتي؟ ما بفكرش في الموضوع ده. فوزي، انا اتربيت في ظروف صعبه. بابايا ومامتي ماتوا فقرة جدا وسابوني لوحدي. عارف يعني ايه تكون محتاج حاجة وما تعرفش تجيبها؟ تكون محتاج أكل ما تلاقيش تاكل؟ كل ده يخليني ما عنديش استعداد ان اخسر اللي وصلت له علشان حب وجواز وخلفة. عرفت بقى ليه مش عايزة اتجوز؟ ياه، ده انت تافهة قوي. نكدتي عليا وعلى اللي جابوني، انا مالي عايزه تاكلي ولا ما ان شاء الله عنك ما طفحتي. ايه النكد ده؟ اكسكيوز مي؟ هلو. شايفه العيال المفرفشه اللي تفتح النفس؟ عن اذنك هروح اكحت النكد اللي عملتهولي. اوكي. يا بنت الحلال قلت لك الزغزغ. يا ام قال قلت انا الزغزغ. يا زول اوراق سليمه، ليش ما بعتوا شحنه الادويه من الدنمارك؟ مش عارف يا فندم، انا حاولت كتير اتصل بمستر روجر مش عارف اوصل له. اسمع يا جو، الدواء هذا لازم يوصل المستشفيات في اسرع وقت. يا ماما يا بنتي، مو انت اللي سريعه، هم اللي سرعة. انت شوي شوي، اصبعي عصبي يا بنت. تدري يا جو، اصحى. تدري يا جو، انت وجمانه اللي بنعتوني بهذه الشركه، انا ماني مرتاح منها من زمان، وعقدها معقد وشروطها معقده. ماما شوي شوي، انا اللي المس بطن قدمي والله تلاقي كتافي تور تور. بس توكيل الدواء ده يا فندم كان مكسب كبير اول شركتنا، وسعادتك شايف الطلبات عليه قد ايه؟ اسمع اقول لك، انت فك اصابع رجلي اليسار، خذيها وياك وركبيها بعد الميتنج. يلا امشي 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 امشي. اسمع يا جو، انا ادرك اللي كلامك، اطلبه لي على التليفون. حاضر يا فندم. الصراع الدموي في العراق وفلسطين مرورا بلبنان، هل هي حرب للتصدي للمشروع الامريكي في المنطقه؟ كيف ستتعامل بعد 60 عام؟ يا بنتي كفايه اللي بنشوفه ده، دمنا بيتحرق. ما كل يوم بنتفرج على المناظر دي، في حد بيتحرك ولا في حاجه بتتغير؟ هو بقى لنا كام سنه كل يوم تتاخد مننا قطعه، كل يوم تتاخد قطعه. انا حاسس بعد كده هيعملوا اوفر، اللي ياخد قطعتين ياخد قطعه هديه. اه والله الشعوب العربيه عيني حالها عامل ازاي دلوقتي؟ النص جاله السكر والنص التاني مش لاقي يشتري السكر. سيبك من الموضوع ده وخلينا في علاقتنا. علاقة ايه مستر فوزي؟ لا بلاش مستر فوزي، شيلي الالقاب بقى. يعني قولي لي يا استاذ فوزي، يا فوزي بيه، لعلمك انا عادي مش معقد. اوعى. ايوه اي كده، فرفشي كده. علاقتنا مش المفروض تتطور شويه؟ نطورها ازاي يعني؟ يعني استلطاف، استظراف، اغتصاب. هي فهمتني غلط ولا ايه؟ أبو شامة علامة. نارك اسود، أنا قلت الراجل ده بيجيب بنجلاديش جديدين في البيت. Salut.
سلوى ماي دارلينج، سلوى ماي لاف. آخ يا سلوى، آخ يا سلوى، لو كان الأمر بيدي كنت أعلنت الخبر للعالم كله. لكن هذا مستر فواز، he don't like the dogs. ممكن هو إذا يعرف إن أنت موجود هنا ممكن يقول أنت وخان سوا اطلع برا. إذا صحيح الشكوك اللي جوايا، مش معنى يا أفندي إن أخويا مديك الأمان وسيب لك بيته تبرطع فيه إنك تسمح لنفسك تمارس الرذيلة والفشحاء. مستر فوزي أنا اخرس! أما لو كنت وسيم شوية كنت بهدلتنا يا ولا إيه؟ ها؟ ماشي. اسمها إيه القطة؟ هذا مو قطة. اسمها إيه الكتكوتة؟ هذا ما في كتكوتة. أنا مش هطلع لها باسبور، وبعدين أنا مش شايف بني آدم، شايف قطعة. مين دي؟ اسمها إيه؟ سلوى. سلوى؟ اسمها بالعربي إيه؟ سلوى. سلوى. لو سمحت يا أختي سلوى قومي اطلعي برا البيت بدون شوشرة. خلص خالص. استنى عليا. لو سمحتي قومي بدل ما أشد اللحاف وأشوف حاجات أنا هموت وأشوفها. كده؟ أوكي. كلبة؟ وذاكر كمان؟ هذا كلب المرهومة زوجتي الله يرحمه. هذا زوجة مالنا كان فيها. انت يعرف هذا مستر فواز لو يعرف انه هذا كلب موجود ممكن انا وهذا كلب سوا تردي برا. استغفر الله العظيم، ظلمتك يا خان. ورغم ذلك كلام اخويا فواز لازم يمشي. الكلبة دي لازم تطلع برا البيت. اطلعي برا البيت يا كلبة يا بنت الكلب. يا كلاب! ده أنا يا سلوى، أنا! حدش غريب! قول لي وحياة أبوك، إزاي أنت والكلبة بتحبوا بعض كده؟ في حين إن الجنسين مختلفين خالص، هي كلبة وأنت هندي. يعني ألاعبها، أدلعها، أغني لها. تغني لها؟ ده أنت أكيد في ملعبي، بتغني لها إيه؟ أغني لها أغنية هندي واجد حلو قبل النوم، كلمات الأغنية تقول चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे और चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली कब आएगी कोई ते पता ढूंढ रहे हैं जाने कब से हम उसका पता आजा 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 चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली कब आएगी कोई ते पता अरे ढूंढ रहे हैं जाने कब से हम उसका पता आजा 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 आ انت ازاي تسمح لنفسك تبص على حد بيبص على خرم الباب مع حد ها فوزي الله على فوزي ويا طالعه من حنكك اصل احنا عندنا في مصر ساعات نقول على البق حنك انتوا هنا بتقولوا عليه حنك ايه بتعملي ايه في نص الليل ابدا كنت ببعت جوابات لخلاني وعمامي في ايرلندا ايه ده خلانك وعمامك في ايرلندا ربنا يجيبهم بالسلامه بقول لك ايه ما تيجي نطلع نقعد فوق السطوح القمر فاضل له ساعه ويطلع لا عايزه انام عايزه تنامي طب ايش صباح الخير صباح الخير صباح الخير معلش اصلك نسيتي تقولي له انت من اهله ايش ده صباح الخير
الصور دي وصلتنا بعد ما حطيناها تحت مراقبة فترة طويلة وعرفنا عنه كل حاجة، نقطة ضعف، نقطة قوة. حطينا عينينا على بيته، شغل، ابنه، على مستوى البيزنس حصرناه من كل ناحية. طب نفترض انه رفض، ما رضيش برضه على بيع الشركة. في اتنين حل، حل البيزنس، اعطاه له اوردر الدواء بتاعه واضغط عليه لاخر نفس. في حل تاني ديرتي، انا افضل نخليه اخر كارت. اوكي، اي ويل تراي مستر روجر. قال لك ايه مستر روجر؟ عاملين خطة محكمة عشان فواز يبيع. جو، اتس اور تشانس. اتس اور تشانس جو. أنا سمعت كل حاجة. إني أفهم كلمة ما فهمتش حاجة خالص. كله شانس شانس شانس. يعني أنت ما بتفهمش إنجليزي؟ مين اللي قال كده؟ أنا بتكلم إنجليزي لبلب لبلب بس ما بفهموش الحقيقة. مين القط اللي بيضحك في وسطينا؟ ما أعرفوش. مين الأخ أمر؟ أنا جو. هيفيدني بإيه جو في دبي؟ أخويا بيته مليان فاكهة مش حرمنا من حاجة ما شاء الله. أنا جو من سكرتارية مستر فواز. موظف عندنا. أيوة. جو خلي بالك من شغلك، شغلك الفترة اللي فاتت ما كانش عاجبني يا جو. أمور لابس أسود قشطة. مجنون ده ولا إيه؟ طب أستأذن أنا عشان ألحق مستر فواز عشان نلحق الطيارة، باي. جو عايزك ثواني. جو باسبور مستر فواز. حاول تضغط على فواز جامد عشان ناخد بقية الكوميشن. أوكي. أنت عارف لو الموضوع ده تم هيحصل إيه؟ عارف هيحصل ايه. المهم انا هتابعك من هناك بالتليفون اول باول وهبلغك بكل التطورات. اوكي ما تعرفيش قاعه ان شاء الله ان شاء الله ادي عارفه ان شاء الله ادخل فيها لوحدي كده اغني وانشر صوتي بقى. اي قاعه؟ لا ما اعرفش، ما فيش غير اوتيل مستر فواز. مستر مين؟ هو مستر فواز اخويا عنده اوتيل؟ ده من اكبر الاوتيلات اللي في البلد. انا مالي كبير ولا كام اوضه؟ ان شاء الله ريسبشن بس وفوقيه اوضه قد كده. المهم تحت في قاعه بيغنوا فيها. شور شور عنوه.